السلام عليكم. نحن هلا موجودين في احد الغرف النائيه في ريف حلب الشمالي. طبعا موجود فيها عائله ساكنه بوضع انساني صعب جدا جدا جدا. هلا راح نقوم ندخل هلا على الغرفه وشوفوا بعينكم كيف الناس عايشه. طبعا مثل ما احنا شايفين هذول الطفلتين عايشين هون وبوضع مأساوي جدا صعب، رطوبة، الأرض ما هي موجودة بشي نهائيا، صوبة حطب بس ما فيها حطب. طبعا الأب والأم راحوا يدفنوا طفلتن الصغيرة اللي اسمها صفاء عمرها 8 شهور، توفت بسبب البرد الشديد الآن. ومن الأسبوع الماضي توفى أخوها يوسف أيضا بسبب البرد الشديد. حسبنا الله ونعم الوكيل.